تلكيف وتسمى كذلك تركيف، ومعنى اسم تلكيف باللغة الآرامية هو تلكيبا أي تل الحجارة. هذه البلدة هي مركز قضاء في محافظة نينوى شمال غرب العراق، وتقع حوالي 18 كيلومتر شمال شرق مدينة الموصل، وتشغل أرض منخفضة محاطة بالهضاب. إن أقدم ما ذكر عن تلكيف قد سجل في مصادر مسيحية هو كتاب للمؤلف جان فييه، حيث تطرق إلى ذكر المغول ونهبهم لتلكيف عام 1508 ميلادي. سكان تلكيف أغلبيتهم من الكلدان الكاثوليك، ويتبعون الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، وكذلك يتواجد عدد من أبناء الكنيسة الشرقية القديمة فيها، مع أعداد من العرب السنة واليزيديين فيها. كنائس تلكيف هي كنيسة قلب يسوع الأقدس وكنيسة مار يوسف، وهما تابعتان للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية. وكذلك كنيسة أخرى تابعة لكنيسة المشرق. كانت تلكيف أكبر قرية مسيحية في المنطقة منذ القرن السادس عشر الميلادي وحتى عام 1960 ميلادي، إذ كان عدد نفوسها يبلغ 2500 نسمة عام 1768. وبسبب الطاعون والآفات الطبيعية انخفض العدد إلى 1500 نسمة في عام 1882، ثم أصبح 2500 في عام 1891.
وتقلص مرة أخرى إلى 1500 نسمة في عام 1923 في أعقاب الحرب العالمية الأولى. ثم قفز إلى 14,300 نسمة في عام 1933، وأصبح 10,000 في عام 1937 بسبب الاضطرابات. وبسبب النزوح والحرب تقلص العدد إلى 6,819 نسمة في عام 1947، وغدا إلى 7,108 في عام 1968 ميلادي. وقد هاجرها الكثير من أهاليها إلى بغداد والولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة. الهجرة إلى خارج العراق قديمة جداً، وأولها كانت إلى كندا والمكسيك في العهد العثماني، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بعد أحداث حركة الشواف وما جرى في تلكيف من اضطهاد وتنكيل، هاجرت الكثير من العوائل إلى بغداد ومنها إلى أمريكا. ثم تلتها فترة السبعينات حيث كان فيها أكبر الهجرات. يستقر حالياً أغلب التلكيفيون في ولاية ميشيغان الأمريكية وولاية كاليفورنيا. أما بعد داعش فقد خلت تلكيف تماماً، ومن استطاع المغادرة غادر العراق، وهم موزعون بين تركيا والأردن ولبنان، كما وصل عدد كبير من العوائل إلى وجهتها الأخيرة في أوروبا وأمريكا وأستراليا. وطبعاً الأسباب معروفة، وأهمها هو الاضطهاد المستمر. احتلال تلكيف. يوم احتلال الموصل وبعد ما دخلت مجاميع كبيرة من الهاربين من الموصل إلى تلكيف دون التدقيق في هوياتهم، خلال الأيام الأولى من احتلال الموصل تم قطع الكهرباء والماء عن تلكيف، وكذلك قطع المواد الغذائية كالحصة التموينية. كانت العصابات للدولة الإسلامية عدة محاولات لاختراق الساتر الذي تسيطر عليه قوات البيشمركة، لكن تم التصدي ولم يستطيعوا اختراق الساتر. جرت معركة محدودة بين الطرفين قرب معمل الأدوية بعد أن أسر داعش أحد الجنود. في يوم 27 آب 2014 احتل مجرمو الدولة الإسلامية جزءاً من ساحل التبادل التجاري غربي تلكيف. تم الاشتباك بين الطرفين وقصف معمل الأدوية لتبادل المعركة، وتستمر خلال الأيام
قبل 4 آب ووصلت عدة قذائف إلى مشارف المدينة، واستمر قصف مواقع العصابات الدولة الإسلامية من قبل القوات المرابطة. وازداد عدد القوات العسكرية بعد أن دخلت قوات جديدة إلى تلكيف ومعها عدد كبير من الآليات والمدرعات. كان الوضع المسيطر عليه حتى يوم 4 آب 2014، لكن في هذا اليوم كانت الدعاية إن داعش دخل إلى المدينة، مما أدى إلى هروب العديد من العوائل المسيحية وهروب أغلب حراس الكنائس، مما أجبرنا لأن نتجه إلى الكنائس لأجل الحراسة. وهنا يذكر السيد يحيى هذه الوقائع من تاريخ تلكيف، حيث مساء يوم 4 آب سقطت قذيفة هاون قرب مبنى القائم مقامية في الساحة الوسطية للشارع العام، مما أدت إلى استشهاد 2 من رجال الأمن وجرح عدد آخر. خرجنا بعدها لأجل الاطمئنان ومعنا الأب هديل راعي الكنيسة، وكما يقول السيد يحيى عن ذلك: وبعد أن غادرنا الأب هديل ومعه الشهيد لوجين وابني إيفين، لم تمر سوى دقيقة أو دقيقتين وبعدها أمطرنا بعدد من القذائف، كانت أحدها قريبة جدا من مكان تواجد الأب هديل ومن معه، وأدت إلى استشهاد لوجين حكمة نانو الذي هو شماس الكنيسة، وأعتقد أنه من مواليد 1990، وجرح أيضا آخرين. ويقول أيضا السيد يحيى: استمر القصف مستهدفا الشارع العام ومقرات الأحزاب وقرب المدارس ومركز الشرطة وكنيسة مار تشموني. كان الهم الوحيد هو إخراج الناس بعد توقف القصف. خلال الفترة بين 4 إلى 6 آب تم إخلاء أغلب العوائل المسيحية إلى خارج تلكيف باتجاه بطناية وتلسقف وألقش وصولا إلى دهوك. في هذه الفترة لم يحدث أي تعرض أو معركة، مما ساهم في سهولة هروب الناس. وفي مساء 6 آب علمنا بأن القوات المرابطة تلقت أمرا بالانسحاب. في هذه الأثناء كانت الغالبية العظمى من المسيحيين قد غادروا تلكيف بعد أن فتحت السيطرات الأمنية، وحسب ما علمناه أن داعش دخل إلى تلكيف بعد انسحاب كل القوات العسكرية، ودليلهم كان أحد سكان تلكيف من العرب، وتلقى كل الترحيب من مناصريه الساكنين في تلكيف. ونتيجة لبعض الممارسات الخاطئة من القوات الأمنية المختلفة في الموصل وتلكيف، وجد أفراد ما دعا فيما بعد الدولة الإسلامية حاضنة لهم في الداخل، إضافة إلى أن بعض العقول التي ليس لها معين إنساني كانت تؤمن بهذا الفكر الضال والذي فيه تطرف كبير. دخل الإرهابيون إلى تلكيف في بداية شهر آب 2014، وكانت في تلك الفترة قوات البيشمركة هناك،
وكان هناك أيضا في داخل تلكيف من هو متعاون مع العناصر الإرهابية للدولة الإسلامية وينقل المعلومات لهم، ولكن لا يعمم الأمر على الجميع. المهم، في ساعات النهار التي سبقت يوم 6 آب 2014 وقبلها، أفرغ الأكراد مقراتهم من كل شيء، وأيضا أخذوا الكثير من سيارات كانت تابعة لبعض الدوائر، وهذه أمور أوحت لنا بأن هناك شيء مبطن، أي أن الأمر فيه غاية أخرى. في بداية تلك الليلة انطلقت مئات السيارات من العوائل المسيحية بعد انسحاب قوات البيشمركة، وكذلك كل من له علاقة أمنية مع الدولة، أي موظف أمني أو عسكري باتجاه إقليم كردستان. وفي تلك الليلة حدثت مناوشات مشكوك فيها، أي لا ترتقي إلى أسلوب معركة، فدخل إرهابيو الدولة الإسلامية بسيارات لا تعد على أصابع اليد الواحدة وتجولت في تلكيف، ولا شك أن البعض من أهالي تلكيف خرج لاستقبالهم. في بداية الأمر كانت الدولة الإسلامية تريد أن تظهر نفسها بشكل حسن، وكانت تبدي معاملة طيبة مع أهالي تلكيف، وتصرح بأنها جاءت لتخلصهم مما هم فيه. كانت سياستها التي طبقتها وأغرت البعض بها، لكن بعد أيام قليلة اقتادت من تلكيف عدد كبير من الشرطة، وإلى اليوم لا يوجد أي خبر عنهم. وأيضا بعد أسبوعين أعدمت أكثر من شخص من أهل تلكيف، فبانت على حقيقتها، خاصة بعد أن تحكمت في كل شيء وثبتت وضعها في تلكيف. دخلت عصابات الدولة الإسلامية إلى جميع الكنائس وكسرت كل الرموز فيها من الصلبان وما إلى ذلك، واتخذت كنيسة قلب يسوع الأقدس كمعسكر لها للتدريب، وكنا نسمع صوت الرصاص فيها أو أي أمور تتعلق بالتدريب، وكذلك أحرقت أيضا مكتبتها الراقية. در کتیبه سلمان فارسی فریاد میکنیم بر راه جهاد این راه حق راهی نجات فریاد میکنیم بر راه جهاد این راه حق راهی نجات فریاد میکنیم بر راه جهاد این راه حق راهی نجات فریاد میکنیم بر راه جهاد این راه حق راهی نجات فریاد میکنیم بر راه جهاد این راه حق راهی نجات فریاد میکنیم بر راه جهاد این راه حق راهی نجات
حياه ميكونم بر راهي جهاد این راهي حق راهي نجات. كما حولت كنيسة المشرق إلى مسجد للصلاة. تحرير تلكيف. بعد أن سيطرت عصابات الدولة الإسلامية على تلكيف لثلاث سنوات، كما قال أوباما في يوم ما من إن الدولة الإسلامية ستبقى ثلاث سنوات، بدأت عمليات التحرير. فحاولت القوات المحررة أن تدخل بداية إلى تلكيف، إلا أنها لم تدخل. لا ندري لماذا، فربما لشدة مقاومة الإرهابيين أو أن الأمر لم يحن بعد. المهم، حوصرت تلكيف ثلاثة أشهر، أدت إلى القصف عليها بالراجمات من كل الجهات. استشهد من أهلها العشرات وجرح الكثير جدا، وأيضا كان هناك قصف للطائرات التحالف لبعض الدور التي استولت عليها عصابات الدولة الإسلامية، والتي كانت بالأصل لبعض المسيحيين الذين هاجروا، أو لبعض الضباط ممن هو خارج تلكيف الذين هربوا من الإرهابيين. دمر بعضها من خلال القصف. كانت ثلاثة أشهر صعبة جدا وحصار قاسي عليها، مع قلة في الأكل، ووصل الأمر إلى وضع صعب جدا، حيث بيعت بعض المواد بعشرات الأضعاف من سعرها. في يوم 19 كانون الأول 2017، ومع ولوج النهار، دخلت القوات المحررة إلى تلكيف، وهي الفرقة 16 للجيش العراقي، وليس غيرها من قام بالأمر. وبعد كم يوم، وبعد أن تحررت تلكيف بشكل كامل، تحركت الفرقة 16 إلى مكان آخر للقتال، فدخل إلى تلكيف اللواءين 30 و50 من الحشد، فقاموا بأمور أسوأ من داعش من اعتداء ونهب، وقتلوا فرحة التحرير في داخل كل تلكيفي. تم الاستيلاء على منازل المسيحيين كلها، ونهب ما فيها، وتدمير عدد كبير منها، والفاعلين عدد كبير من عرب تلكيف، والسراق جميعهم من الجيران. لقد تم أيضا تدمير قبة مزار مار تشموني شرقية تلكيف، وتدمير قبة مزار مار دانييل غربية تلكيف، وتدمير قبة مزار عرييني شمال تلكيف، كما سرقت موجودات مزار مار تشموني وتخريبه والكائن في محلة مار تشموني وسط تلكيف، وكذلك سرقت محتويات مزار ماريو حنان في محلة أور، ومزار بخت سهذة في محلة شنكو،
وتم سرقة موجودات كنيسة المشرق وإحراقها في محلة جيزي، وكذلك سرقت موجودات كنيسة مار يوسف وتخريب قسم من معالمها، وسرقت جميع المنازل التابعة لها. أما أكثر التخريب فكان في قلب كنيسة قلب يسوع الأقدس، والتي هي الكنيسة الكبيرة في تلكيف. وفي البداية تم إنزال الصليب من على قبة الناقوس وكسر الصلبان التي كانت فوق القباب، وثم سرقت موجودات الكنيسة وتكسير كافة التماثيل والأيقونات. جعلت الكنيسة ميدانا للرمي، وخاصة محراب الكنيسة، ثم أحرقت في جميع مفاصلها. كنيسة مار يوسف قبل الاحتلال كانت تقام فيها مجالس التعازي وتم تجديدها، والبيوت التابعة لها كانت مسكونة. كان قد بقي عدد قليل من المسيحيين، وأغلبهم مقعدين ومعوقين، تم أخذهم إلى الموصل لأجل أن يجبروهم على الإسلام واعتناقه. وعندما رآهم الوالي قال: أعيدوهم لأن كلهم مجانين. كان بعض جيرانهم يساعدونهم، فمثلا بيت جهاد كانوا مهتمين بامرأة اسمها حنة، وبعد أن ماتت ساعدوا في دفنها. وكذلك هناك امرأة اسمها أم محمد تساعد في إطعام جيرانها. مخنية وين ألولاخ من بذرة ثقرالا، مخنية وين ألولاخ من بذرة ثقرالا، خشلامة مني طالة حبي ويقار طالخ، خشلامة مني طالة حبي ويقار طالة، قوق قروس وليبة عززت يا تلكيف، قوام قروس وليب عززت يا تلكيف. لك ماشي نشو عدانا رمثو اختلا ديوالا، لك ماشي نشو عدانا رمثو اختلا ديوالا، ولا شير اخمر تشموني لبيب الشات اخرانا، ولا شير اخمر تشموني لبيب الشات اخرانا. اوه مقوق قروس وليب عززت يا تلكيف، قوام قروس وليب عززت يا تلكيف.
آيات لبت ننواوات آيات بزون بشتاوات آيات لبت ننواوات آيات بزون بشتاوات إذا ميذا مش واوا قامت عصق صبرتاوات إذا بذا مش واوا قامت عصق صبرتاوات تسقبها وبطناي القوش بن دواي تسقبها وبطناي القوش بن دواي شاتو دخو شنغو اسمارو اورو جيزي وقاشاتو دخو شنغو اسمارو اورو شايو تو مر تشموني سامونا يلد وعبرو شايو تو مر تشموني سامونا يلد وعبرو اوي والمحلات تغليب عززت آيات الكيب المحلات تغليب عززت آيات الكيب يوما نخبي شبل با إذا تصليوا وعين أبا يوما نخبي شبل با إذا تصليوا وعين أبا ما بس ما بسلاقة ويوما نتأذى رابا ما بس ما بسلاقة ويوما نتأذى رابا أوي بقى وقبولوا سوليبة عززت آيات الكيب قوق قروس وليب عززت آيات الكيب احيي وفرقلو
عم سبروه الليون وبرح مثير وبحبيك احزلوخ احزلوخ سنيحو يوف سيحو يوف ام يقروز اخيو سنيحو يوف سيحو يوف ام يقروز اخيو احزلوخ بروم رموخ دموطقات لشمايو دموطقات لشمايو اثرو ديل اثرو ديل